بسم الله الرحمن الرحيم. أكشن باك فور فورث جريد، الصف الرابع. كولورفول بوك، كتاب الملون. بيوبلز بوك، تو بيجز، 10 و 11 آخر تو بيجز، آخر صفحتين باليونت 2. كل اللي قبله طبعا دان بالبريفيوس فيديوز. كي ناو Please, my little sons and daughters, be fine, interested, and helpful enough to share me. Ask your mom to share and help us, okay? Yes. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Read and answer. اقرأ وأجب. في كاتب ملاحظات على الدفتر كمان. هلا خلينا نقرأهم عن الكتاب أنا وياكم. Help me. Read. اقرأ. Imperative form. هاي صيغة الأمر. Read. 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 And answer. وأجب. Read and answer. اقرأ وأجب. This is King Abdullah Stadium. استاد الملك عبد الله. الملعب الرياضي. Where is it? Where is it? In عمان. في عمان. عمان is the capital city of Jordan. هي عاصمة الأردن. Okay. بعيد كمان مرة يا رابع. This is King Abdullah Stadium. هذا اللي هو استاد الملك عبد الله in عمان. في عمان. Okay. طلع كيف. King Abdullah Stadium بالكابيتال. عمان بالكابيتال. بعد الفول ستوب بالكابيتال بدايات الجمل يعني. اوكي. ماني بيبل طبعا ماني معناها كثير، بيستعملوها للكاونتابل ناونز. ماست بي فولود باي كاونتابل ناون، يجب ان تتبع باسم جمع اللي هم البيبل. ايش المفرد للبيبل او السنجولار فورم؟ يس، بيرسون. بيرسون شخص واحد. اوكي. Many must be followed by countable and plural noun. يجب أن تتبع باسم معدود جمع. Okay. Come here. كثير من الناس يأتون هنا. وين هنا يعني للكينج عبدالله ستاديوم. Here refers to King Abdullah Stadium. To watch. To يعني لكي. In order to plus infinitive. To watch لمشاهدة أو لكي يشاهدوا. Football matches مباريات كرة القدم. Matches مباريات. Football كرة القدم. Okay. My dad يعني my father أبي. Sometimes أحيانا. تتوقع الفعل اللي بعد sometimes، مش بتتوقعه، بتتأكدوا أنه رح يكون في الحالة الأولى و addition is، صح ولا لا؟ لأنه my dad عبارة عن singular noun، اسم مفرد اللي هي والشي والات بياخد الفعل اس. يلا نشوف أنا وياكو الفعل اللي بعد sometimes. Yes takes. My dad takes me. يأخذني. Takes me. My dad عبارة عن هي الفعل أخذ الاس. وتطلعوا كيف الظرف التكراري، ارجعوا للفيديوز السابق أو البريفيوس فيديوز. كان sometimes و always و never separate بيفصلوا بين الفاعل والفعل اللي هو حالة أولى إلو إس أو ما إلو إس. إذا هي أو شي أو إت أو اسم مفرد إلو إس. إذا ذي أو يو أو وي أو آي أو اسم جامع بلورال ناون ما إلو إس، بيجي بالبيس أو بالإنفينيتيف فورم. اتفقنا؟ اتفقنا. My dad sometimes أبي أحيانا takes me يأخذني. مين مي العائدة على مين المي؟ على السبيكر اللي بيحكي اللي هو كريم. كي يس تو ذا ستاديوم، بيخدني للستاديوم. كي اي، كل اي وصورها عائدة على مين؟ اللي بيكون حاطط توقيعه بالأسفل كريم. اي مي ماي ماين عائدة على كريم. اي لايك طلع كيف الاي ما أخدت اس. I, they, you, we like. والأسماء الجمع like. I like. They like.
We like. You like. He likes. She likes. It likes. بعرف إني حكيت هاي الأفكار بتقولها الناس كتير بتحكي الموضوع، لازم تدرسوها معي. التكرار علاج النسيان. كل شوي بدي ضلني أحكي لكم التكرار علاج النسيان. Okay. I like watching. برضو بعد اللايك الفعل إجا بالحالة الـ ing. I like. الـ ing الفعل بيجي. ولو كانت كمان likes بالـ ing الفعل. Watching. أحب مشاهدة الفوتبول ماتشز. مباريات كرات القدم. 22. People. الأشخاص. بلاي فوتبول يلعبون كرة القدم. طلع كيف مع البيبول 22 بيبول. جمع أجت بلاي لأنهم عبارة عن ذي، لأنهم عبارة عن ذي. طلع كيف الفعل إجا بالإنفينيتيف فورم مع الذي واليو والوي والآي بلاي، مع الهي والشي والإت بلايز. فوتبول إن أماتش بيلعبوا في المباراة، يعني البلايرز اللاعبين عددهم. يعني كيف السؤال بده يجي؟ يلا انا وياكم نعمل سؤال. How many people do how many people do play in a football match؟ كم عدد الاشخاص اللي بيلعبوا بالفوتبول ماتش؟ How many؟ نسأل عنهم بالهاو many. Okay. The answer will be 22 شخص play football in a match or in a football match. I like playing football. بحب ألعب كرة القدم. I refers to كريم. بعد like الفعل ing. I always برضو ال I عائدة على كريم. I always أنا دائما. شفتوا كيف؟ Sometimes فوق بالسطر الثاني بال second line أجت بعد ال my dad، وهون ال always بعد ال I. Play football on Saturday بيلعب كرة القدم on Saturday. إيش معنى يعني on Saturday؟ On Saturday because Saturday is a holiday، لأنه بكون عطلة قبل أيام الأسبوع on. كلها أفكار مكررة repeated على فكرة. Our football team فريقنا لكرة القدم sometimes wins أحيانا بفوز، يعني هو one team. Okay. سميرة can't play football. لا تستطيع سميرة أن تلعب الفوتبول. She refers to سميرة. She sometimes plays table tennis أحيانا بتلعب تنس الطاولة. كريم تعيد. This is King Abdullah Stadium in Amman. Stad الملك عبد الله. In Amman. Many people كثير من الناس come here to watch football matches يأتون هنا لمشاهدة مباريات كرة القدم. My dad sometimes takes me أحيانا بياخذني. المي عائدة عمين كريم. طب ليه ما اجت بشكل الاي؟ لانها بعد الفعل تيجي بشكل الاوبجكت المفعول به. To the stadium. Okay. I like انا احب watching football matches احب مشاهدة مباريات كرة القدم. 22 people play football in a match 22 شخص بيلعبوا كرة قدم بالمباراة. I like يعني number of players عدد اللاعبين. I like playing football بحب ألعب كرة القدم. I always play football on Saturday دائما بلعب كرة القدم on Saturday. ركزوا منيح على translation حتى نعرف نجاوب الأسئلة below اللي بالأسفل. Okay. Our football team sometimes wins أحيانا بيفوز. Our football team فريق. سميرة can't play football لا تستطيع أن تلعب كرة القدم. She refers to سميرة عائدة على سميرة. Sometimes play table tennis أحيانا تلعب لتنس الطاولة. كريم
بعيد القراءة كمان مرة without the translation. Please read with me. Do your best to read with me. Are you ready? Yes, read with me, read and answer. This is King Abdullah Stadium in Amman. Many people come here to watch football matches. My dad sometimes takes me to the stadium. I like watching football matches. 22 people play football in the match. I like playing football. I always play football on Saturday. Our football team sometimes wins. Samira can't play football. She sometimes plays table tennis. Kareem. Again, read with me. Read and answer. This is King Abdullah Stadium in Amman. Many people come here to watch football matches. My dad sometimes takes me to the stadium. Okay. I like watching football matches. 22 people play football in a match. I like playing football. I always play football on Saturday. Our football team sometimes wins. Samira can't play football. She sometimes plays table tennis. Kareem. آخر مرة بعيد. Last one. This is King Abdullah Stadium. Read with me. In Amman, many people come here to watch football matches. My dad sometimes takes me to the stadium. I like watching football matches. 22 people play football in a match. المباراة يعني. I like playing football. I always play football on Saturday. Our football team sometimes wins. Samira can't play football. لا تستطيع. She sometimes play table tennis. كريم. يلا بلوع الأسئلة. طبعا السؤال الأول دان هم عاملين النية. من نجاوب بنفس الطريقة. Yes. Question number one. The first one. What sport, ما هي الرياضة do people play اللي بيلعبوها الناس at King Abdullah Stadium قبل ما نقرأ أكيد يعني كرة القدم الفوتبول صح؟ What sport do people play at King Abdullah Stadium people play طلع كيف؟ اللي بيسألني بدو بحط البيبول أول إشي بالأول اللي هو الفاعل بعدين الفعل بيجي بالإنفينيتيف. لو كان بيسألني بالدز ويكون بعدها اسم مفرد أكيد يعني لما بيسألني بالدز بدي يكون هي أو شيء أو إت أو اسم مفرد سنجولار ناونز بدي أجاوب برجع الفعل بياخد الإس اللي إله بالإجابة. تخيلوا لو بدل بيبول هون بدل البيبول هون كان هي أو بيرسون كان حكينا بلايز. تخيلوا لو هون كمان فوق كان في عنا بيرسون كان إيش كان الدز بلاي ورجعنا نحكي هنا person please understood understood yes مفهوم. What sport do people play at King Abdullah Stadium إيش الرياضة اللي بيلعبوها الناس في استاد الملك عبدالله. This is King Abdullah Stadium in Amman. Many people come here to watch football matches. هاي الإجابة فوق شايفينها كيف. إذن إيش الرياضة بيلعبوها الفوتبول كرات القدم. Okay. Number two. Who معناها بيسأل عن person. Who معناها بيسأل عن شو؟ عن person. عن شخص أو عن أشخاص طبعا. ليه هون عن person واحد؟ لأنه في بعدنا does. Does معناها فيها إفراد. Okay. Who من does كريم go to the stadium with. Go with. Okay. Go with. Okay. يعني إيش اسمه يذهب مع مين اسم مفرد مع قبل شوي قرأناها أنا وياكو my dad. إذن إحنا بدنا نحكي عنه هو يكون his dad. His dad مع his dad أو his father مع أبوه. Okay. فكرة هاي كتبت السؤال الأول هون. What sport do people play at King Abdullah Stadium? People play football and at King Abdullah Stadium. يلعب كرة القدم في استاد الملك عبدالله. Okay. أو في الملعب. Number two.
Who does Kareem go to the stadium with؟ مع مين بيروح كريم على الاستاديوم؟ I'm sorry. كريم sometimes goes. طلع كيف كريم بس and does. شايفين؟ عادي بنحط أول إشي كريم. اوكي. بعدين goes بيرجع الفعل بياخذ الـ إس اللي إله بنتي بالأو. كريم goes. راحت does لأن أنا جبتها عشان أسأل فيها. علاقتي بعائلتي تدو علاقة مصلحة بحتة، يا أما بجيبها عشان أسأل فيها. أعمل الفورم تبع السؤال، يا أما بجيبها عشان أنفي فيها. بس بالثلاث حالات، حالة المضارع البسيط اللي قولي إس بجيب الدز، بركب النط عليها في حالة النفي يتم وضعها قبل الفاعل في حالة السؤال، أو المضارع اللي ما إله إس السيمبل بريزنت مع الذي واليو واليو والآي والأسماء الجمع، بجيبها بركب النط عليها في حالة النفي يتم وضعها قبل الفاعل في حالة السؤال، أو بالديد بالماضي البسيط منجيب عائلة الدو منركب عليها النط في حالة النفي يتم وضعها قبل الفاعل في حالة السؤال. بس إيش بتكون بتحمل عائلة الدو؟ أغنى إشي بالجملة الزمن. بس أشوف داز ودو بعرف إنه simple present، بس أشوف الديد بعرف إنه simple past، بس بعد هالفعل لازم يجي بالinfinitive form. أوكي نرجع للفيديو السابق في مشروح عن simple present والsimple past. أوكي هلا رجع الإيش كريم sometimes راحت الدز رجع الفعل أخذ الـ إس اللي إله to the stadium with his dad. هو بيحكي عن حاله with my dad، إنه my dad إحنا بنحكي عنه his dad والده أو أبوه. okay yes number three كل فعل مساعد بيجي قبل الفاعل بالسؤال معناه هل، صح؟ does كريم هل كريم like watching يحب مشاهدة الفوتبول ماتشز يحب يشاهد. هاي طلع شو بيحكي السطر الثالث the third line I like watching football matches احنا بدنا نحكي عنه he likes watching football matches. كريم بيحكي I like watching football matches احنا بنحكي عنه he likes watching football matches. إذا بما إنه السؤال بالدوز بيكون الإجابة yes he does yes he does yes he does he likes watching football matches yes he does he likes watching football matches. هيها number three. يا رابع the fourth one الرابع السؤال الرابع how many people كم عدد الناس يعني بيسأل. على فكرة سألنا فوق السؤال احنا عملنا زي شفتوا كيف how many people كم عدد الأشخاص اللي بيلعبوا in a football match حفظتوهم 22 طلعوا فوق السطر الثالث 22 people play football in a match 22 شخص بيلعبوا كرة القدم في المباراة. okay خمسة number five when does كريم play football متى بسأل عن time إيش التايم الموجود عندنا أصلا ما فيش غير تايم واحد موجود عندنا اللي هو unsaturday ها صح يوم السبت متى كريم بيلعب كرة القدم unsaturday سهلة بس يلا نعمل إجابة كاملة كريم plays راحت الدز ورجعت البلاي أخذت الإس اللي إلها صح احنا جايبين الدز عشان نسال فيها حكينا اذا كريم بلايز فوتبول اون ساتردي يوم السبت لاست وان كان سميره بلاي فوتبول اللي بيسالني كان سميره بنجاوب هل تستطيع سميره يس شي كان او نو شي كانت نو شي كانت لان هي ما بتقدر او لا تستطيع هي السطر هي سميره كانت بلاي فوتبول لا تستطيع ان تلعب كره القدم she sometimes plays table tennis هي بتلعب تنس طاولة. okay سهل نقرأ الأسئلة كمان مرة أنا وياكم yes سريع سريع what sports do حاولوا تجاوبوا معي try please try yes what sport do people play at King Abdullah Stadium إيش الرياضة اللي بيلعبوها football people play football at King Abdullah Stadium يلعب كرة القدم في استاد الملك عبدالله
Second one, who does Kareem go stadium with? مع من يذهب كريم؟ With his dad. With his dad. Kareem goes to the stadium with his dad. Does Kareem like watching football matches? بحب إنه يشاهد المباريات كرة القدم. Yes, he does. Yes, he does. He likes. وبيحكي عن حاله I like watching football matches. إحنا بنحكي عنه he likes watching football matches. Okay. Number four. How many كم عدد ال people play in a football match؟ حكينا فوق. 22 people play football in a match. Number five. What does Kareem play football? When? Sorry. When does Kareem play football? متى؟ يعني بسأل عن time. نحكي كريم plays. راحت does. رجع الفعل أخذ الاس اللي إله. كريم plays football on Saturday. Can Samira play football? No, she can't. تقدر سميرة تلعب كرة قدم؟ لا. سميرة can't play football. Can't play football. هي كرة القدم أصلا يعني for male. Okay. Let's move to the page 11. Okay. Listen and say. هلأ في عنا إشي اسمه numbers. Or stairs there. ما بعرف شو هو listening الموجود طبعا. Thursday الخميس. This. بس اقرأوهم. Thursday. إيش لفناها؟ التي والأتش. Thursday. زي الرقم 3 كمان. Okay. هون this. هون that. هذا أو هذه. That اللي هي للمفرد البعيد. ذلك أو تلك. المهم النمبرز هون. Look and say. انظر وقل. كيف نقرأهم؟ 22. طب قبل ما نقرأهم before reading them أفكرة هون عملت لكم إياهم بطريقة I wish إنها سهلة يعني. I hope that. Numbers أرقام 1 2 3 4 5. أحفظوهم ديكتيشن. 6 7 8 9 10. نشوف كيف نعيد بطريقة سهلة. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ملاف. Where is our song, mama? 20. طلع كيف بس نحكي 20 بوصلنا للعشرين. 21. نشيل الصفر ومنحط بدالها ال 1. 21 22. هيك بدها تصير شكلها. 21. شايفين؟ 22 23 24 25 26 27. thank you ملاك. 28 29. لما بصل لل 9 بنحكي 30. 31 32 33 34 35 36 37 38 39. لما بنصل للناين طبعا الارقام انفينيتي الى ما لا نهايه. 40 لعند الناين شو بصير؟ 40 تي 40. عندي انا فيديو خاص بالنمبرز برضو بتقدر ترجع. 41 42 43. لعند الناين 50 51 52 53. لعند الناين 60 61 62 63 لعندي 9 70 71 72 73 لعندي 9 80 81 82 93 لعندي 9 100 100. بعدين هون شيل الصفر الأول. 101 102 3 9 10 11 لعند
199 200 200. اوكي 1 2 دائما احنا التعويض الصفر الاول، بس يصير في رقمين بنفلل محل الصفرين. اوكي نفس الحكي لما بصير 300. اوكي وي هاف سينج غني. طب هون 22 23 24 25 26 27 28 29. Okay. Sing. غني. Are you good at running? هل أنت جيد بالركض؟ What sports do you like? ما الرياضات التي تحبها؟ Do you like table tennis? هل تحب؟ طبعا الكلمات familiar عشان هيك بقرأها بسرعة بسرعة. Do you like table tennis? هل تحب تنس الطاولة؟ Can you ride a bike? هل تستطيع؟ كان بالأول معنى هل تستطيع أن تركب الدراجة الهوائية؟ Are you good at handball? هل أنت جيد بالهاندبول اللي هي كرة اليد؟ What sports do you play? ما الرياضات التي تلعبها؟ Do you like volleyball? هل تحب كرة الطائرة؟ Tell me what you say. اخبرني ماذا تقول. هي سينج طبعا أنا بقرأها قراءة. Okay. ماليش على السونجز يعني. Are you good at swimming? هل أنت جيد بالسباحة؟ What sports do you like? ما الرياضات التي do you do التي تمارسها؟ Do you like football? هل تحب كرة القدم؟ I like these sports. أنا أحب هذه الرياضات أيضا. ملاك حابة تديك هدية. Yes. إن شاء الله أنها بتعجبكم. E big number song.
Thank you, Malak. Yes. Thank you for your listening and have a nice day.